بمرض. يمكن لما بنقرا تاريخيا في المرض بيكون في حاله فزع ان قريه او بلد كان يظهر فيها المرض ده. احنا دلوقتي لما بنقرا على المرض احنا مش شايفينه ومش عارفينه، بس بنقرا المواصفات اللي كانت ممكن المريض يكون فيها او الحاله اللي بيكون فيها المريض، بنشوف اعداد الناس اللي توفت سنه 1883 بنلاقي عدد كبير جدا، سنه 1903 عدد كبير، يمكن اقلهم عددا كان سنه 47. خلينا نقف على طبيعه المرض ودخول مصر والمغالطه التاريخيه اللي كانت ان هي من المصريين ولا من الانجليز. الحقيقه يعني دايما الاوبئه بتتسلل في خفيه لاجساد الناس دون ان يشعر هؤلاء الناس بوجود هذا الميكروب حتى في البيئه اللي هم موجودين فيها او بيتعايشوا فيها. الكوليرا على راس هذه الميكروبات الشرسه اذا استطاعت انها تستنزف كل قواها المرضيه بتفتك بعدد كبير جدا من المرضى، والكوليرا معروفه ان نسبه الوفيات فيها تتعدى اكثر من 70% من المصابين. يعني زي ما حضرتك تفضلتي قلتي الوباء، مصر تعرضت فعلا لثلاث أوبئة في خلال القرون الماضية. كان أول وباء في مصر في 1883، وده له قصص يعني طبية مشهورة. 1883 بدأ هذا الوباء واتهمت في مصر إنها نشرته وباء عالمي، لكن اللي حصل فعلا إن وباء 1883 اللي هو الوباء الأول كان قادم مع احدى السفن لو قادم من الهند من الانجليزيه. أيوة. القادمه من اماكن احتلال انجلترا للهند، ونزلت هذه الجنود في منطقه دمياط وفي منطقه بورسعيد، وهم كانوا في بورسعيد ووصلوا لدمياط، نشروا المرض في 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 من بس هو المرض بيتنقل عن طريق الميه ولا عن طريق الملامسه والتعامل؟ زي ما حضرتك بتقولي فعلا ان الكوليرا الوسيله الرئيسيه لنقل المرض هو الميه. الميه مصر كانت تعاني من نقص البنيه التحتيه في اغلب القرى المصريه، او يمكن كل القرى المصريه ما كانش فيه وسائل لا صرف صحي ولا وسائل امداد بمياه مطهر بالكلور، فكان في المدن الكبرى بس وبرضه محدود. فكانت النتيجه ان المرض انتقل لحوالي اكثر من 40,000 مصري، مات منهم تقريبا يمكن اكثر قربوا على 30,000 واحد مصري اصيب في هذا الوباء بتاع 1883. 75%؟ عدد كبير. فبعد كده ظهر الوباء الثاني اللي زي ما حضرتك تفضلت برضه وقلتي 1902، والوباء ده بدا في معسكر في معسكرات التل الكبير واصاب مجموعه من وده معسكر معسكرات الاحتلال الانجليزي، وكانت النتيجة ان نقلوا العساكر الانجليز المحتلين هذا المرض لمصر. انا هرجع لوباء 1883 اللي هو الاول مرة كان يدخل مصر. في حاجتين مهمين جدا في تاريخ الطب بتذكر فيها اسم مصر. لما ظهر هذا الوباء وانتقل للعالم جت ثلاث وفود لمصر لدراسة هل هي مصر هي السبب وكيفيه انتقال المرض وايه هذا المرض الغريب لان ما كانش لسه اكتشف، يعني ده يعتبر اول ظهور عالمي ليه في مصر والعالم 1883. عالمي مسجل. مسجل مسجل، لكن قبل كده كان ممكن يكون ظهر وغير مسجل. بالظبط، هي الهند موطنه الاصلي. فالمهم ان كان من ضمن الوفد الالماني كان العالم الكبير روبرت كوخ، وجه على وفد واكتشف لأول مرة هذا الميكروب الواوي اللي بنسميه احنا فيبريو كوليرا في مستشفى الإسكندرية العام. كان لسه مش معروف اسم المرض، يعني كان معروف ان في مرض بس مش معروف اسم الميكروب. اللي اكتشف المسبب البكتيريا المسببة لهذا المرض اكتشفها روبرت كوخ في هذه وكان علشان الوقائع تبقى اكثر صدقا كان في واحد في ايطاليا اسمه فيليبو بيسيني سنه 1854 كتب مقاله ان في ميكروب
بكتيريا، نوع من البكتيريا غريبة ووصفها في بتحدث هذا الكوليرا قبل روبرت كوخ. اللي حصل كمان ان جه لويس باستير نفسه من هنا فرنسا مصر. جه مصر وجه وفد طبي من روسيا. التلات وفود دول عملوا دراسة واعلنوا ان مصر بريئة، السبب الرئيسي بريئة من هذا المرض، وان الهند هي الموطن الرئيسي للمرض. ولا ده بعد كده ظهر؟ يعني لما تتبع من ناحية الإبيديميولوجي او الوبائيات قدروا يوصلوا لموطن الميكروب ده، وانا اقول لحضرتك عليه بعد ما اتكلم على وباء الف. طب انا هقف عند النقطه دي وهنيجي ل 1902 و 1900 النقطه دي، بس هسال دكتور احمد، احنا كنا بنتكلم على وباء 1902 1903 وباء ثالث اجتاح مصر سنه 1947 ده الثالث. وكان هذا الوباء سببه برضو مع عسكرات الاحتلال الانجليزي اللي كانت متخمه للشريط الموجود على قناة السويس في جنيفا وكبريت وغيره، ودي كانت قريبة من بلبيس في مناطق في الشرقية. في قرية ظهرت فيها الإصابات. طب هي أعراض الإصابة إيه يا دكتور؟ زي ما شفنا في الفيلم كده فكرة القيء مثلا والإسهال المستمر. هو ما فيش شك إن اللي عملوا الفيلم عملوه باقتدار يعني حتى من ناحية الطبية عملوه بطريقة صح. أولا المرض مدة الحضانة بتاعته اللي هو من أول واحد ما تلقى الجرعة اللي فيها الميكروبات لغاية ظهور أول الأعراض دي بنسميها فترة حضانة المرض، بتتراوح ما بين 12 ساعة أحيانا لغاية 72 ساعة. دي فترة حضانة المرض. دي فترة حضانة. طب الأعراض في التوقيت ده إيه؟ مدة المرض زي ما تفضلت الدكتورة حنان وقالت ان هو فعلا 6 ايام. يعني بعد 6 ايام لو عدوا الشخص فعلا بيعيش؟ يعيش. لو كل الوفيات بتحصل في خلال الست ايام بدءا من اليوم الثاني. من يوم الثاني لليوم السادس. بالظبط. لان لا تتخيلي ان اولا بداية المرض عبارة عن ايه بالاعراض؟ عبارة عن فجأة حدوث قيء. غير مصحوب بحمى على فكره، الكوليرا ما هوش من ضمن الحميات اللي فيها ارتفاع بدرجه الحراره. قيء متواصل، وبعد القيء يبدا زي زغوله في البطن واسهال. اسهال مائي. الاسهال المائي ده لا يوجد مسبب مرضي في الجهاز الهضمي بيحدث هذا الكم من الإسهال بالطريقة زي الكوليرا، لدرجة ان المريض في كل مرة ممكن ينزل لتر مية من جسمه في خلال من خلال الإسهال لتر كل ساعة، يعني في خلال 10 ساعات 10 لتر. الجسم فيه كم لتر مية؟ لدرجة عشان كده بيحصل جفاف للجسم أو زي للشخص. ما حضرتك بتقولي فعلا يكون نتيجته جفاف، وجفاف معناه جفاف الأنسجة والعضاء الحيوية، معناه انهيار في منظومة الحياة في الجسم. عشان كده هي كانت بتقول له هعالجك بالمية، تشربوا مية، هعالجك بالمية، لا يعني هنعوض اللي بينزل. هعالجك بالمية. فاللي حصل ان الإسهال بيفضل متكرر طوال فترة الست ايام دول بهذا الاسلوب، واذا ما كانش المريض نستطيع ان هو ان نعالجه في بداية اليومين الاولانيين بيكون النتيجة تلاقي انسان عبارة عن جاف هيكل عظمي مغطى بالجلد، جلد ما فيهوش اي حيوية ولا مرونة، العين تخش لجوه وهالات سودة، والجلد نفسه يبقى لونه ازرق لهبوط الدوره الدمويه في الجسم كله. الحقيقه ان طب سنه 47 اعتقد ده كان اخر وباء معلن عنه في مصر للكوليرا. اخر وباء اعلن عنه بطريقه وبائيه اجتاحت اغلب محافظات مصر. حضرتك يمكن حضرت وحضرتك طفل صح؟ قطعا حقيقي زي ما حضرتك بتقولي سنه 47 لا 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 تخني الذاكره. حضرتك لسه فاكر الكلام اللي اتقال عنه في الكوليرا؟ انا احضرت صوره هنعرضها دلوقتي ليها علاقه بهذا الموضوع
الموضوع سنة 47 لما قلت تتابع الأحداث اتنقل من معسكرات الإنجليز على قرية القرين في الشرقية ومن الشرقية يعني خد أغلب محافظات معنا الصورة الصورة لحضرتك العيلة أيوه. فاللي حصل كان من ضمن الإجراءات اللي قامت بها الدولة، الدولة استنفرت كلها الحقيقة جهود المصريين عبر التاريخ من 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 الزمان الى الان عباره عن مواجهه لكل ما يهدد مصر او اي انسان مصري. شعب مواجه، الشعب المصري شعب قوي وهيفضل شعب قوي، شعب وهيواجه الكوارث واي شيء ان شاء الله. الحقيقه ان جهود وزاره الصحه في ذلك الوقت فصلت ما بين الصعيد، لان الصعيد ما كانش فيه ولا حاله تقريبا، وما بين وجه بحري، فكان انتقال الناس عبر المواصلات العادية للبلاد اللي فيها الوباء تصريح ده ممنوع، ده لازم حتى الخضار. انا قريت كده لا انا هتكلم على منع على ليه علاقه بالصوره دي. اللي حصل انه وزاره الصحه اصدرت قرار بان مفيش انتقال من باي مواصله الا بتصريح بين المحافظات، الا بتصريح من وزاره الصحه. يعني اللي عايز يسافر محافظه لازم ياخد تصريح من وزاره الصحه. كان والدي ساعتها سنه 47، انا كان عندي ساعتها سنه 47 كان عندي 6 سنوات. صورت عشان تاخد التصريح؟ اضطر والدي ان هو ياخدنا، كان الاسره 4 افراد ووالدتي الله يرحمها، وخدنا صورنا عشان يعمل التصريح، لان هو كان منقول من التدريس في الصعيد لمفتش اللغة العربية في وزارة المعارف العمومية. فكان لازم يتنقل من محافظة لمحافظة. ما نقدرش ننزل من القطر إلا إذا كان معانا التصريح. التصريح ده معناه إن هو تم الكشف الطبي عليكم أو توقيع الكشف الطبي عليكم؟ ما بنعانيش من أي أعراض مرضية، وإيه سبب انتقالنا للقاهرة؟ مفيش حاجه يعني اسمها تصريح مسبب. لا مفيش حاجه اسمها، حتى اللي ما عندوش اعراض ما ينتقلش. فكره التصريح حضرتك وريتنا صوره خاصه بالتصريح الانتقال من محافظه لمحافظه واجراءات السلطات في التوقيت ده لمنع انتشار المرض. خلينا نتكلم عن الدراما وعن السينما، تعاملها مع الامراض او الاوباء اللي زي الكوليرا او زي الطاعون ازاي؟ يعني يمكن في عدد من الافلام بس عدد بسيط جدا اللي اتكلم عن فكره انتشار وباء او انتشار مرض، زي الفيلم اللي معانا النهارده الكوليرا، في فيلم الناس والنيل حضرتك الحرام، وفيلم الحرام. الناس والنيل، خلينا نتكلم عن الناس والنيل بالتحديد لانه برضو ظهر فيه بشكل ما فكره الاوبئه. بتشوف حضرتك تعامل السينما مع الملف ده هو ملف واقعي بتنقله السينما مع بعض المشاعر الدراميه او الانفعالات الفنيه؟ هو ما نقدرش نفصل ما بين الانسان اللي احنا بنخاطبه علميا وطبيا بان هو يعني يتحرى الدقه ويحاول ان هو يعني يقوم باجراءات صحيه شخصيه واجتماعيه بان هو يحمي نفسه من المرض، وما بين تفاعلات الحياه اللي حواليه. دكتور احمد، في عجاله تعليق حضرتك على الفيلم وعلى تعامل السينما المصريه مع ملف الاوبئه والامراض. انا بقول ان يعني الفيلم ده بيعكس صوره مهمه جدا للاعلام اهتم بيها، وان لازم نعرف احنا كمصريين ان مصر محاصره باوبئه حوالين منابع النيل. عندنا فيروسات اللاسه النزفيه والماربرج والايبولا والزيكا واليلو فيفر والملاريا كلها محاصرانا من منابع النيل في افريقيا. مصر هتقف حائط صد ضد تغلغل هذه الامراض ان شاء الله لداخل مصر. والصوره في الفيلم ده ادتنا يعني امل ان مصر هتفضل عزيزه وغاليه علينا، ومصر هتفضل كما كانت صانعة حضارة الإنسان أكيد. عبر الزمان بقيادتها وبشعبها وبشبابها وبعلمائها. أكيد يا دكتور. وجود حضرتكم معايا النهاردة في قراءتنا دكتور أحمد عبد اللطيف أبو مدين، الأستاذ المتفرغ للأمراض المتوطنة بالقصر العيني، شكرا لوجود حضرتك النهاردة. شكرا ليكم.